متى يستطيع أن يفرق الشاب أو الشابة يعني؟ وهذا الحب حب إعجاب هو خطوة أولى، وصل الحب الحقيقي فعليا، ما هو المعيار أو المقياس إنه أنا فعليا لازلت في بدايات ومعجب إعجاب يعني مبدئي، ولا هو فعليا تعمق في أغلال الحب الحقيقي؟ تمام. دلوقتي أنا شايف في توافق مبدئي للشخصية، في حاجات لفتت نظري، في حاجات لفتت حاجة، ففي إعجاب، وإحنا قلنا إن دي المرحلة. إمتى أكمل وأسيب؟ في عندي حاجتين، المشاعر الداخلية والأفعال الحقيقية. المشاعر الداخلية بقفل لو أنا شفت، وبيجي في قصر السؤال، أو أنا لو أنا في حالي حاليا ظروفي تسمح ان انا مؤهل ان انا اروح اتكلم او اخطب او احجز او اقول قدام سنه سنتين وهكذا، تمام، بحفظ قلبي للامر. الامر بيجي ازاي؟ بالسؤال وبالاقارب، بتتعامل ازاي؟ في وسط اهلها، في وسط البنات، في وسط العمل العام، ودايما نختبر الناس في العمل العام ويبقى تحت ضغط جامد، بيزعقوا بيزهقوا بيكسروا بيعملوا مش عارفه ايه، وتطلع بره اطار بالالفاظ تيجي، كل الكلام ده مهم جدا. مبني على خطوات، وده طيب هي كويسه وكل حاجه وفي اعجاب مبدئي، بس انا لسه قدامي خطوات، احفظ قلبي. قدامي 5 6 سنين هقعد احب فيها 5 6 سنين، تجرش عليها 5 6 سنين، يبقى الراجل يتجوزه بسرعه، انت اللي هتنضر انت حر. ما ينفعش. بحفظ قلبي واكتم هذا الامر واقول يا رب ان كان هذا خير فقدره لي يسر لي كما تشاء وقتما تشاء. واحفظ قلبي. حفظ القلب بيبقى بالصيام، فانه له وجاء. بالصبر، وانا اشغل نفسي بعباده، اروح الجيم، اروح مش عارفه فين، اروح اعمل عمل تطوعي، اعمل كذا وهكذا. وان كانت زوجتك اقسم يمين بالله لو الكره الارضيه كلها اتجمعت وبقيت انتوا في مشاغل الارض مغرب وهي مكتوبه زوجتك هتبقى زوجتك. وبيروحوا وبيبعدوا وبيبقى النصيب ويتقابلوا مش عارفه فين ويحصل كذا. لكن انا بتكلم على حاله القلب اللي انا خايف عليك منها. ما تسيبش استرسالك في الفكره، ما تسيبش مشاعرك. شوف ابن القيم بيقول ايه؟ بتبقى خاطره، بس هي بقت خاطره، قالت كلمه عملت حصل حاجه حصل بتاع مش عارفه ايه، خلاص خاطره. سبت الاوفر ثينكينج فيها، فكرت فيها تفكير زايد، فبتبقى وارده. فيحصل عليها ايه؟ فيبقى همه. فعزيمه نفذها الجوارح. لازم الجوارح هيملى على ما يملى على القلب، وانا مليت قلبي بايه؟ شكلها، ده ايه؟ ده مشي، ده عارف. انا هروح مش عارفه اقعد لها فين لانها بتطلع من المكان الفلاني، انا هروح مش عارفه فين عشان كده. وعمال اشغل القلب بامور غصب عنك الجوارح هتنفذ، لان القلب هو الملك والجوارح هي الملك. ويصدق الامر بقى كله، يا حلال يا حرام. طب هديلها رقم، طب اشوف في صاحبتها، طب نشيك، طب نعمل، والكلمه الاولى بقولها في الشات الاول صلاه وكلام طرب طيب، بعد كده ما بيبقاش كده. انت فين؟ قاعده فين؟ خلي بالكم من الكلام اللي انا بقوله ده. لابسه ايه؟ بس شكرا. تهين باظت الليل، باظت الدنيا، باظت حياتك، عفتك، قلبك، انتهاك خصوصيتك، صومعتك اللي انت فيها، اول ما تجاوب على السؤال ده. وغصب عنك بتلاقي نفس الجرح كلها راحه، اجاوب ارد عليه هو نفس الكلام، ليه؟ لانك صياد. وهو امر طبيعي يحصل التجاذب، فاحفظ قلبي من حاجه زي كده. تمام السؤال ده؟